يستخدمون القوة حقيقة بشكل كبير من خلال إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين الفلسطينيين، وهذا كان واضحا من خلال متابعتنا لمواجهات شهدتها مدن الضفة الغربية، وهذا أدى إلى إصابة المئات بالرصاص الحي من خلال كذلك القناصة. هذا يعني بأن هذه المواجهات وهذه المسيرات ستستمر، وبالتالي نحن نتحدث هنا عن دعوات نصرة للقدس، نصرة للمسجد الأقصى وكذلك لقطاع غزة. ما تم نشره مؤخرا من خلال الشباب على مواقع التواصل الاجتماعي بأن عدوان إسرائيل والمشاهد التي شاهدها الفلسطينيون من قطاع غزة للمجازر التي ترتكب خاصة اليوم مع ساعات الفجر بعد استهداف المواطنين العزل في مخيم الشاطئ، وهذا أدى إلى ارتقاء أسرة بأكملها وعدد كبير من الشهداء. كلما كانت هناك مشاهد قاسية يشاهدها الفلسطينيون عبر شاشات التلفزة وكذلك من خلال مواقع التواصل الاجتماعي تكون الهبة أكبر في الضفة الغربية، بالرغم بأن الاحتلال يعني مسيطر عليها بشكل كامل. الضفة الغربية هي محتلة وكذلك تستطيع قوات الاحتلال التحرك فيها والسيطرة على أي مظاهر غاضبة، لكن عندما تنطلق هذه المظاهر يعني في أو المظاهرات في مناطق مختلفة وبأعداد كبيرة من خلال الفلسطينيين، فإننا نتحدث هنا بشكل واضح بأن قوات الاحتلال فعلا يعني أصبحت في مأزق، وربما عمليات التصعيد واضحة، عمليات إطلاق النار، هم يستخدمون القوة محاولين تفريق المتظاهرين الفلسطينيين وحتى كذلك لإبعادهم عن المكان، لدب الرعب في قلوبهم، لإخافتهم، لعدم المشاركة في هذه المسيرات. حازم إذا كنت تسمعني. نعم أتابع معك رائد هذه المسيرة والمظاهرة التي انطلقت من دوار ابن رشد، يعني إلى أين من المتوقع أن تصل، وهل هناك دعوات للتوجه لمنطقة باب الزاوية أم أن الأمر سيقتصر فقط على المسيرة وكفى؟ لا، واضح تماما بأن المسيرة ستتوجه إلى منطقة باب الزاوية. أشاهد ملثمين من الشباب يحملون إطارات مطاطية، وهذا واضح من خلال الحديث بأن المنطقة ستكون الوجهة منطقة باب الزاوية. لكن يعني أنوه إلى نقطتين هامتين. إسرائيل خلال الساعات الماضية شنت حملة اعتقالات طالت عشرات النشطاء في حركة حماس، اتصلت كذلك وهددت نشطاء حركة حماس والجهاد الإسلامي. اليوم هناك تطور خطير، كان في هناك تهديد واضح من قبل المخابرات الإسرائيلية لأمناء سر حركة فتح في الضفة الغربية، وكان في هناك اتصال من المخابرات الإسرائيلية على أمناء السر وكذلك على كوادر حركة فتح بعدما انتشرت أخبار بأن كتائب شهداء الأقصى في الضفة الغربية ستنفذ عمليات أو ستشتبك مع جيش الاحتلال الإسرائيلي. المخابرات الإسرائيلية الشباك حذر طبعا الفلسطينيين، حذر أمناء سر حركة فتح من هذه الأخبار، وفي حال تم فعلا يعني تصعيد الموقف فإن الأمور ستختلف تماما. ولكن حازم نحن هنا ليس في قطاع غزة، يعني نحن تحت احتلال واضح حقيقة من خلال عملية السيطرة. لذلك نحن نتحدث هنا عن احتلال منذ عام 2002 عندما اجتاحت قوات الاحتلال الضفة الغربية. هذا يعني بأنه واضح تماما عمليات التصعيد. هنا قبل قليل قرأت بيانا لحركة فتح في الخليل من خلال يعني من خلال إقليم وسط الخليل، يتحدثهم مع المقاومة الفلسطينية وهم مع الشعب، وحذروا الاحتلال من المساس بشعبنا سواء في مدينة القدس المحتلة أو حتى في الضفة الغربية، وطبعا تحدثوا عن المجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة بحق المدنيين. بات واضحا للعالم من خلال استهداف كذلك وسائل الإعلام، قصف المقرات، الأبراج هناك، هذه
كلها الأخبار التي نتحدث عنها متابعة هنا في الضفة الغربية، والكل يتحدث فقط عن ما يجري في قطاع غزة وعن ما يجري في مدينة القدس المحتلة. هي كانت في القدس، انتقلت إلى غزة، وما بين الاثنتين الضفة الغربية والداخل المحتل الذي يعتبر يعني هو أكبر تهديد لجيش الاحتلال الإسرائيلي بل لدولة الاحتلال بخصوص يعني انتفاضة مدن عام 48. ما زلنا في هذه المسيرة نتابع نحن وإياكم الأعداد التي تتوجه إلى منطقة باب الزاوية. يعني أنا أشاهد مجموعة من الملثمين الذين يحملون الإطارات المطاطية سيشعلونها. أذكرك حازم وأنت تعلم تماما من خلال متابعتك والمشاهدين كذلك أن مجرد وصول هذه المسيرة إلى منطقة باب الزاوية ستتطاير قنابل الصوت والغاز فوق رؤوسهم، سيطلقون الرصاص المعدني، سيطلقون كذلك الرصاص المطاطي، سيستخدمون الرصاص الحي في الخليل، وهذا واضح يعني في الضفة الغربية ككل ليس فقط في الخليل من خلال طبعا الهجوم على المتظاهرين الفلسطينيين. وأنا ذكرت بأن هذه المواجهات وإن كانت قوية هي تكون محدودة حقيقة، لأن الفلسطينيين يواجهون جيش الاحتلال الإسرائيلي بالحجارة، لكن أن تستخدم الرصاص الحي بوجه فتية، وهذا ليس غريب، من يقتل في غزة ومن يطلق الصواريخ ومن يستهدف بالدبابات وبالزوارق البحرية يطلق الرصاص في الضفة الغربية. 11 شهيدا يوم أمس، اليوم في هناك إصابات خطيرة حسب حديث وزارة الصحة، حسب حديث جمعية الهلال الأحمر، وبالتالي الأمور مرشحة للتصعيد أكثر.